بقى. هتكلم اقول ايه بس يا بتال؟ هتكلم اقول ايه؟ قول. اوعى اوعى تكون البت اياها. ايوه فعلا هي، هي ساندي. ساندي مالها؟ عملت فيك ايه؟ لا هي ما عملتش حاجة، بس آخر مرة لما كنت عند والدها فحسيت إنهم كده بيطلبوا طلبات غريبة شوية. خلي بالك من الصنف ده، اوعى تكون عايزة تقلبك. لا لا تقلبني إيه؟ ساندي أخلاقها لا غبار عليها، بس لقيت عمي بقى ابتدى يزود في المطالب. إيه؟ عمك؟ والدها يعني، باباها. باباها يا ستي ارتحتي. عمك ماشي يا عمران. عمك ابتدى يبص لي بصات كده وعاوزين حاجات كتير، وانا هجيب فلوس منين؟ انا لسه بكون نفسي. يا اخويا بقول لك ايه، ما تصرف نظر عن الجوازه دي، خلاص يا اخي انت كبرت على الحاجات دي. لا انا صح سن كبر، لكن القلب عمره ما بيكبر ابتهال. يا ابو قلب ورور. معانا تليفون تاني. الو الو. ايوه الو. ايوه مين معانا؟ معاكي فاطمه. اهلا اهلا يا فاطمه حبيبتي قلبي. بتكلمينا منين يا فاطمه؟ من حي التركي. من حي التركي. حي الدقي. من حي الدقي. ضرب نار لحي الدقي والجيزه كلها. لا لا بلاش ضرب نار ارجوكوا، احنا هنا في الدقي في قلق لو سمحت. خلاص بلاش ضرب نار يا مخرجنا. هي يا فاطمه حبيبه قلبي يا بطوطه. الاختلاف في ودانه؟ لا يا بطوطه لا، ركزي كويس. ها اختلاف في عينه؟ لا خالص يا بطوطه، ركزي كويس. ركزي كويس في اللبس، ركزي كويس في الشعر، ركزي كويس في العينين، في البق، في المناخير. ها عرفت عرفت، في الكرافطه. غلط يا بطوطه غلط، احنا اسفين حبيبه قلبي. ان شاء الله تعاودي الاتصال معانا مره اخرى وتربحي معانا ان شاء الله. شكرا يا بطوطه. يلا يا جماعه مستنياكم قوي، تكلموني قوي عشان نربح قوي 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 قوي. مستنيه اتصالاتكم، مستنيه تليفوناتكم، لكن بعد الفاصل. مهند عامل شغل حلو صح؟ برافو يا مهند، بس بجد يا مرتديلا لولا ان انت صوت فقط انا كنت ضحكت ضحكه على غبائك. مش ممكن بجد كل الاجابات غلط. مش انتوا اللي قايلين اللي جاوب غلط؟ صح مظبوط. شطور 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 يا مهند. برافو يا مهند. ماشي ماشي يا حبيبتي ماشي. هي استاذ ما تقولي حاجه مشجعه. انا كويسه. ميرسي. ربنا يخليك. ورئيس المحطه مبسوط. ميرسي جدا. لسه حضرتك ما شفتش حاجه والله بجد، انا لسه تالنتد اكتر من كده بكتير. ماشي ميرسي. هنطلع الهوا. يلا يلا اوكي انا جاهزه يا فندم. اتفضل اتفضل. ماشي ماشي انا هوريكي بقى الغباء اللي على حق. ورجعنا لكم تاني. هاي يا جماعه، يلا يا جماعه مستنيه تليفوناتكم، مستنيه اتصالاتكم، كل الجوائز مستنياكم، كل الاحلام والطموحات مستنياكم. معانا تليفون. الو. ايوه معاكي مرتضى. مرتضى بتشارك معانا منين يا مرتضى؟ من قريه مراسي. ده راسي راسي من غير مراسي، والاسوماره والموره قاسي. ضرب نار لقريه مراسي. هاي يا مرتضى، مين النجم الجميل اللي معانا في الصوره النهارده؟ النجم محمود عبد العزيز. ايه يا مرتضى، انت ما شفتش مهند كان بيجاوب ازاي ولا ايه؟ انت ذكي قوي يا مرتضى ما شاء الله. شفته كان غبي صح ولا غلط؟ محمود عبد العزيز صح؟ معايا سؤال تاني يا مرتضى، لو جاوبته هتبقى اجاباتك كلها صحيحه، 10,000 دولار، 20,000 دولار و50 دولار. السؤال التاني معانا، ايه هي عاصمه مصر؟ عاصمه مصر؟ طب استاذنك لو الاجابه طلعت غلط يعني ما تقولوليش لا 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 والحاجات دي ولا ايه والحاجات دي لو سمحت. لا يا مرتضى مش هينفع، لو جاوبت غلط لازم تستحق عليه اللي هيتقالك على الغلط، مش هينفع. مش عاصمة مصر القاهرة. برافو يا مرتضى. طيب حرب 73 كانت سنة كام؟ ايه الغباء ده؟ كانت سنة 73. ايه اللي مصر مشهورة بيه قوي 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 ولما بنشرب منه لازم نرجع له تاني؟ نهر النيل. مظبوط يا مرتضى. هنستناك بكره يا مرتضى بقى تيجي تاخد جايزتك معانا ان شاء الله. وليه ليه تاني يوم؟ انا جنبكم، انا جاي لكم دلوقتي. هن ثانيه واحده، خليكم معايا ثانيه واحده. انا مرتضى. عشان تعرفوا يا جماعه ان احنا دايما صح وبنحقق لكم احلامكم وطموحاتكم، مرتضى كسب معانا النهارده جايزتنا الجميله 10,000 دولار. برافو يا مرتضى، يا ريت كلنا نتكلم ونتصل عشان نكسب زي مرتضى. ايوه يا فندم انا جاي حالا. فين الجايزة؟
هنا؟ ديت فاضية؟ فين الجايزة؟ معلش يا أستاذ، دايما بيحصل مواقف مفاجأة كده على الهواء، خارج عن إرادتنا. اتفضلي اتفضلي، استلقي وعدك من المدير. استلقى وعدي من المدير؟ حضرتك ما تعرفش حاجة بقى، المدير صديق عزيز عليا، لو أنت خايف منه ما تقلقش، أنا هتصدر لك مش هيعمل لك حاجة، تدخل معايا تحب؟ أنا مال أنا؟ اتفضلي وأنت هتفهمي كل حاجة. جبان قوي، جديد في القناة ده ولا إيه؟ أهلا أهلا بنجمتنا الكبيرة ومذيعة المستقبل. أهلا بحضرتك يا فندم، والله ده كلام كبير، كومبليمون يعني فظيعة، شهادة أعتز بيها ووسام على صدري مش هنساه طول العمر، من رئيس قناة محترمة زي حضرتك. يا حبيبتي تستحقي. ميرسي قوي يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. على فكرة موضوع المذيعة ده مش التالنت الأصلية اللي عندي. أمال في إيه تاني؟ أنا بمثل، بغني، برقص، أنا فنانة شاملة على فكرة. هايل هايل، سعيد بيك. بإذن الله كمان لما حضرتك تتوسع وربنا يكرمك في القناة وتبتدي بقى تنتج أفلام ومسلسلات أكيد أكيد هتستعين بيا. في إيه؟ إيه السؤال ده يا فندم؟ هبقى البطلة طبعاً، وكمان هيجيلك إعلانات كتير جداً بسببي، هفكرك بالجملة دي ما تنساهاش. معلش أنا أرهقت من الهوا، ممكن تطلب لي كوفي بعد إذنك؟ أموافق. أنت عارفة بسببك وبسبب الخروف اللي كان معاكي انا خسرت كام يا فندم؟ اي بروجكت جديد بيبتدي بالخساره والمكسب بيجي بعدين، وبعدين انا بذكائي اتصرفت على الهوا وسالته اسئله تعجيزيه، معرفش جاب الاجابه منين. مش قصتي يا اختي، انت عارفه القناه دلوقتي بقت سمعتها في الارض، الناس كلها بقت عارفه ان احنا بنفابريك الاتصالات. هو حضرتك قلبت فولجر ازاي كده؟ وبعدين سمعه القناه اوريدي يعني مش فله يعني. نعم يا اختي. عامه انا متحمله المسؤوليه وتحت امر حضرتك. مسؤوليه ايه وزفت ايه على دماغك؟ اتفضلي اطلع بره، مش عايز اشوف وشك. والحيوان اللي كان معاكي ده كويس انه جري ومحدش مسكه، عارفه لو حد مسكه انا كنت كلته بسناني على الهوا قدام الناس. برا! على فكرة حضرتك الخسران. برا! طيب يوه، ما طيب ما قلت. يلا يوه، اسأل بقى دي، ما تستنى اللي على الباب. في ايه؟ مين؟ هلا ماما. مالك فيك ايه؟ ايه ايه مالك؟ ايه البوليس بيجري وراك ولا ايه؟ يا ريت البوليس اللي بيجري ورايا، دي لهفة اللي بتجري ورايا. لهفة؟ يا عارف نهار ابيض، اخيرا لهفة بتجري وراك؟ اخيرا وقعتها؟ اه يا حبيبتي وقعتها، وقعتها في مصيبه. خبر اسود، مصيبه ايه؟ بقول لك مش وقت الكلام ده، المهم لو جت وسالت عليا دلوقتي قولي لها ما جاش، او قولي لها عزل، او اقول لك قولي لها رجع تركيا. ايه ده؟ ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل لده كله؟ في ايه؟ بوصل لها البرنامج بتاعها. يا سلام، ودي جديده عليك، ما انت طول عمرك بتبوظ لها كل حاجاتها. ايوه بس المره دي ضميري مأنبني، اصل وانا بجري شفتهم مجرجرين على مكتب المدير، وزمانها بتتعذب دلوقتي. يا حبيبتي انا ضر امك ايه؟ وسبتها وجيت لوحدك؟ ما قعدتش معاها ليه؟ ايه؟ مفيش نخوه؟ ما دخلتش، هي قاعده في كافيه. ايه يا ماما في ايه؟ عايزين نتعذب زيها؟ ايوه تتعذب وتجيبها معاك. وانت ما عندكيش قلب؟ انا برضه اللي ما عنديش قلب. يا استاذ ممكن تكلمني على المرحوم شويه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقول ايه بس، اقول ايه بس، دنيا اتخطب، خطف من وسطينا يا ستي. ده لسه امبارح كنت انا وهو بنتفرج على الفيلم العالمي، انا وهو كنا مشتركين مع بعض، طبعا انا الدور الاساسي، انما هو كان حبيب قلبي الله يرحمه، وزي اللي قلبه كان حاس، وصاني ان انا اكمل مشواره الفني بعدي لو هو. هو حضرتك ممثل؟ امال ميكانيكي؟ ممثل يا ستي، ممثل اهو، اتفضلي اهو مكتوب اكتور، اكتور ممثل كرتها. طيب يا فندم البقاء لله. البقاء لله استنى بس، انت ما تزعليش، تزعليش استنى، تزعليش. البقاء لله يا فندم، البقاء لله، كله لله. هو حضرتك من قرايب المرحوم؟ انا لا والله لا. طب اتفضل حضرتك استريح، اتفضل اقعد. اقعد ازاي وانا لازم اخد العزا بنفسي؟ ده حاتم المرحوم ده كان زي ابني. حاتم المرحوم اسمه خالد.
خالد. هو خالد الله يرحمه زي ابني برضه. خالد الله يرحمه زي ابنك؟ انا اول مره اشوف حضرتك. وازاي خالد زي ابنك يعني؟ واضح انك عاوز حد يرغي معاك بقى، هتفضحنا عن اذنك. بونسوار. مساء الخير. مساء الخير. وش مش غريب عليا، سعادتك في المهنة يا فندم؟ في أنا منتج. منتج ما شاء الله، منتج. يبقى زملاء بقى في ال إيه الكارت ده كان مرمي تحت سعادتك. إيه ده؟ إيه ده؟ حلواني؟ كومبارس؟ تعرفه ده؟ أنا؟ أعوذ بالله ولا شفته. سعادتك دخل حاجة قريب؟ لا ولا أنا. شفت القصة؟ مين الراجل اللي بيوزع كروت جوه ده؟ هو أصلا حضراتكم فاهمين غلط. إبراهيم يا حبيبي. حلوان يا حبيب قلبي. سجلت عز برضه؟ ازيك يا حلوان يا حبيبي. وزعت كروته؟ أيوه. الله يرحمه. نقيت فيها يا حبيبي، نقيت فيها. سلام عليكم بقى.